أقول لك حاجة، إن أنا يعني عمري ما تخيلت إن أنا أقف وحواليا هذا الكم من الحشرات. الموضوع صعب، ولا يصدق إن الحشرات دي ممكن يبقى من وراها كل هذا النفع ومنتجات عالية القيمة، ذهب أنتوا بتنتجوه من هذا المكان. أنا عايز أعرف علاقتك أنت بإيه؟ أنت حضرتك طبيبة بيطرية صح؟ مظبوط. إيه جابنا بقى لعلم الحشرات وإنتاج الحشرات والبحوث والتطوير للحشرات؟ أنا عايز أقول لحضرتك يعني حضرتك سيف جدا جنب الحشرات دي. يعني أنا كنت بشتغل فيها أيام ما كنت بريجننت، مفيش مشكلة خالص. هي أصلا بتطلع الأنسميكروبيا. عايزين أكلها لي بره، يقول لك كلها ما تخافش، دي أصلا ما بتنقلش أمراض، صح كده؟ خالص خالص، هي حتى مش بتعض، مش بتنقل أي أمراض. كمان هي بتحاول ان هي تبعد عن الانسان، يعني هي اصلا عايشه في حالها. هي كائن مفيد جدا مع نفسها، يعني حتى مش بتيجي ناحيه الانسان خالص، ما بتعملش اي انترابشن، رغم ان حجمها الكبير مش زي الفلاي المنزلي خالص. الميزه بتاعتها ان هي طبعا هي احنا عندنا دي تعتبر مصنع تدوير، احنا مندخل الانبوت بتاعنا الاورجانيك ويست او اللي هو المتبقيات الغذائيه، خلاص هي طبعا بتحاول تستخلص منها البروتين الفات اللي هو طبعا جزء البروتين جزء الزيوت. الزيوت عندنا غنيه جدا باللوريك اسيد، اللوريك اسيد عند ده رافع مناعه طبيعي. احنا على طول في بحث دائم، وان احنا بنحلل نشتغل على الحشره تحليل سيفتي، نشتغل على الحشره تحليل كيميائي تحليل فيزيائي، احنا بنحلل كل حاجه فيها بشكل دوري بحيث نعرف احنا وصلنا الافضل نتيجه عليقه اللي هو التاكيل بتاع اليرقات في العمر الصغير، ايه افضل حاجه افضل عليقه متزنه ممكن ناكلها ونطلع باعلى جوده. المشروع